اهلا بحضراتكم من جديد. طيب طبعا بنتكلم على تدريبات الاهلي، والنهارده الفريق الثاني في تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهه فيوتشر يوم الجمعه المقبل في مباريات الدوري العام. الحمد لله الاهلي لعب 6 ماتشات، كسب ال6 ماتشات، العلامه الكامله 18 نقطه. وقدامكم على الشاشه يمكن دي لقطات من التدريب الصباحي صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيره. بيبدا المران طبعا بنزول اللاعبين لارضيه الملعب، الترحيب بالجهاز الفني مارسيل كولر وكل الجهاز المعاون. قدامنا محمد عبد المنعم، عمار حمدي اهو الحمد لله موجود في التدريبات، وعندي كذا معلومه عن عمار حمدي. يعني نقدر نقول الفريق ان شاء الله يعني فتم الجاهزيه لمواجهه فيوتشر يوم الجمعه الجايه. مباراه صعبه جدا جدا جدا، وهتبقى مباراه حماسيه ونتائج فيوتشر في الدوري مع نتائج الاهلي، فهنشوف حماس وقوه ونديه من خلال هذه المباراه. كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، قدامنا ايمن اشرف في التدريبات الجماعيه، رامي ربيعه، عمرو السوليه، محمود كهربا. برضه النهارده هتكلم على كهربا واخر الاخبار اللي مكتوبه في السوشيال ميديا. فان شاء الله باذن الله ربنا يكرم الاهلي في المباراه اللي جايه. قدامنا علي لطفي، مصطفى شوبير والحراس خلال الفتره اللي جايه. يمكن الشناوي خد راحه شويه كده من التدريب صباح اليوم، لكن دخل في التدريبات الجماعيه. يعني ان شاء الله في معدلات يعني تدريب بدني عامله كولر عشان حاله الاجهاد وكده. قدامنا برونو سافيو يا جماعه، برونو سافيو خرج ما بين الشوطين في المباراه السابقه، وجهه نظر فنيه، ما الحمد لله ما فيش اي اصابه ولا اي حاجه تقلق الجهاز الفني او الجماهير قبل المباراه اللي جايه. برونو سافيو سليم وان شاء الله هيكون جاهز لمباراه فيوتشر. بالمناسبه النهارده كولر عمل محاضره قبل انطلاق المران، ويمكن المحاضره كانت مرتبطه اكتر بالهايلايتس والمباراه اللي تابعوها امبارح، مباراه الاهلي الاخيره في الدوري امام الاتحاد السكندري، واتكلم فيها عن نقاط القوه ونقاط الضعف. وكان تركيز كولر اكتر على نقاط الضعف وازاي قدر الاتحاد السكندري يعني تتاح لي فرص عديدة أمام مرمى الأهلي، ولولا تألق الشناوي كان هيبقى في مشكلة في هذه المباراة. النقطة دي ركز عليها كولر بشكل كبير، واتكلم مع اللعيبة إزاي نبقى كسبانين 2-0 و3-0 وفي نفس الوقت المنافس يقدر يوصل لمرمى الأهلي بهذا الشكل، وضربتين جزاء لولا الشناوي تألق بالتأكيد يعني كانت ممكن المباراة يبقى فيها ندية أكتر من كده. طيب اتكلم كمان كولر على فكره ان احنا لازم مهم جدا نركز في المباراه اللي جايه وما يكونش فيه يعني فرص للمنافس، ونحسم المباراه بدري ونستغل كل الفرص اللي بتتاح لينا امام المرمى. النهارده كمان كولر يمكن في التدريبات كان مركز اكتر على التدريبات البدنيه للعيبه اللي ما شاركتش في مباراه الاتحاد السكندري. طبعا اللعيبه خدت تدريب بدني تحت قياده اندرياس اندويا مخطط احمال الفريق. كان كمان في فقرات فنيه، لكن طبعا الفقرات الفنيه ما بنحكيش تفاصيل لان ده شغل تكتيك للجهاز الفني. يعني انتوا عارفين اي تدريب يعني هو اخر حاجه ممكن تاخد 10 دقائق ربع ساعه من البدايه. طيب بيرسي تاو ويمكن لاعب سيء الحظ للاسف، يعني بعد تالقه في مباراه المحله والاتحاد السكندري واحرز هدفين، وهنبدا نقول بقى تاو وكمان التكتيك اللي بيلعب بيه كولر بالنسبه للفريق بوجود تاو كراس حربه، يعني سوء حظ كبير جدا تعرض له بالاصابه نتيجه طبعا كان منفرد بمرمى الاتحاد السكندري وللاسف تعرض لاصابه بالعضله الخلفيه. عمل اشعه، والنهارده دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي يمكن اعلن نتيجه الاشعه، وقال يعني للاسف هيبقى في اصابه ممكن تستبعد اللاعب لحوالي 4 اسابيع خلال الفتره اللي جايه، وباذن الله في برنامج علاج هيتحط لبيرسي تاو خلال الفتره اللي جايه. طبعا الواحد حزين لان بيرسي تاو من اللعيبه كواليتي، لعيب محترف مش موجود في الدوري المصري، يعني لعيب مهاري بيروح للجون كويس، بيتحرك في المساحات بشكل كويس جدا، ولكن للاسف سوء الحظ يعني هو ده السبب في اصابه بيرسي تاو. بالمناسبه يا جماعه عشان الكلام الكتير في موضوع الاصابات، اصابه تاو في العضله الخلفيه مش نفس الاصابه السابقه، مش نفس العضله، عشان بس الناس اللي هتقعد تتكلم وتقول لك اصابات كتير والاصابه متكرره واصابه مزمنه، وانا عارف الناس دايما بتحب تركز على اصابات الاهلي اكتر رغم ان في ده بيحصل مع فرقه ثانيه، لكن باكد لكم مش في نفس المكان ومش في نفس العضله، لكن ده نصيب وقدر. ان شاء الله يرجع تاو سليم خلال الفتره الجايه ونطمئن عليه، وان شاء الله الفريق يكون جاهز لمواجهه فيوتشر يوم الجمعه اللي جايه باذن الله.